غوائل النفس، فعلات النفس تجعل الإنسان يتعرض لأن يخون الأمانة. فإذا رأى الناس إنسانا صادقا مخلصا محسنا، بمعنى لا تلعب عليه نفسه، لا تشطح نفسه بغوائلها فتختل موازين التعامل معه، يرون التعامل معه بميزان واضح، وهذا الميزان الواضح الراقي المحبوب جعلهم يأمنونه، أمنوا تجاهه، لم يعد هناك تخوف من أن يختل تعاملهم معه من جهته، لأن غوائل نفسه لا تلعب به. لهذا لما أعادت قريش بناء الكعبة بعد تضررها بالسيل ووصلوا إلى موطن الحجر الأسود ليعيدوه إلى مكانه، تكلم بعضهم قال إعادة الحجر الأسود إلينا، أي إلى فخيدتنا، جزء من قريش فرع. فقال فرع آخر بل إلينا، فقال الثالث بل إلينا، واشتد النقاش بينهم، وبدأوا يصلون إلى حد تكاد نار الحرب تقوم بينهم حتى استلت السيوف. نحن أولى، نحن أولى، نحن أكبر، نحن أعظم، نريد فخرا أن نضع الحجر الأسود بأيدينا. فلما رأوا المسألة كذلك بعض عقلائهم قالوا ما لا تتقاتلوا، ولكن مسته 30 من عمره قبل الرسالة، قبل نزول الوحي. فلما رأوا أجمعوا كلهم فقالوا رضينا، نعم الأمين، رضينا بحكم الأمين، أي أنهم أمنوا في نفوسهم، شعروا بالأمان تجاه هذا أن حكمه سيكون صادقا مخلصا، لن يكون لنفسه لاعب في هذا الحكم، لن يحكم لقبيلته مثلا، لو حكم لوجب عليهم أن يوافقوا لفخيدته، لبني هاشم، لبني عبد المطلب، لأنهم ارتضوا حكمه، مداموا قد ارتضوا حكمه فسيقبلون ما يقول لو كان فيه ضيم عليهم أو ميل أو انحياز إلى قومه أو إلى مصلحته. هذا الرجل قد أمنوا نفسه صلى الله عليه وآله وسلم أنها ليست بذات الغوائل الأمارة التي تسيء. فلما رضوا كلهم عمل الفكرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبسط رداءه ثوبا وقال ضعوا، فوضع الحجر الأسود في الثوب، وقال يأتي من كل فخيدة رجل، من كل فخيدة، من كل فرع من فروع قبيلة قريش يأتي شخص من هنا ومن هنا ومن هنا، ويمسك الثوب بأطرافه، فصارت قريش كلها مشتركة في وضع الحجر الأسود، وحملوه حتى إذا حاذ مكانه وضعه بيده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وفي ذلك إشارة إلى أن صاحب صفة الأمانة يأمنه الناس ويرضون أن ينال هو مكان من العز، لأنهم يعلمون أنه لو عز فيهم لو ارتقى فسيؤدي الأمر في مكانه. وسبب نزول هذه الآيات التي تليت إن الله يأمركم أن تؤدوا، هذه الآيات سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قبل الفتح، قبل الهجرة في مكة، ووجد باب الكعبة مفتوحا، أراد أن يدخل، فدفعه الذي عنده مفتاح الكعبة ربيعة، دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومنعه من الدخول. فقال له ما لك تمنعني عن بيت الله؟ فقال مثلك لا يدخل هذا البيت، وأغلق الباب. هم مغتاظون أن رسول الله صدع بالحق، سفه أكاذيبهم ولاعيبهم وجبروتهم. فالتفت إليه رسول الله وقال كيف بك إن جاء يوم ترى فيه مفتاح البيت بيدي فأعطيه من أشاء. فقال الرجل إذا دلت قريش، أي إذا وصلت المسألة إليك وصار الأمر إليك وحملت أنت الأمانة ستذل قريش. هم يعلمون أن هذا الكلام غير صحيح، وهو في باطنه يعلم أن هذا الكلام غير صحيح، لأنهم جربوه من قبل، فعزت قريش بأن حميت من الفتنة والاقتتال مع بعضها البعض، وأن شاركت كلها في وضع الحجر الأسود، فكان في توليه أمرهم صلى الله عليه وآله وسلم نجاتهم. لكن الهوى إذا غلب على الإنسان، الغضب، الحقد، الكراهية، الشعور بأن هذا الذي جاء به سيغير مصالحه التي تضر بالناس، عنده مفاتيح الكعبة يسترزق من وراء ذلك، كذا كذا، والهوى مناقض للأمانة، وهو أعظم عدو للأمانة سطوة الهوى. غوائل النفس تأتي من تقلبات الهوى، فيخل الإنسان بالتزامه، يخلف وعده، يكذب في قوله، يخون في أمانته. فقال إذا ذلت قريش، فقال رسول الله بل عزت قريش. هو يرى أن قريشا آذت رسول الله، أن كثيرا من قريش آذوا رسول الله، أن أكثر زعمائهم قد تعدوا على رسول الله. إذا جاء اليوم الذي يحكم رسول الله شان مكة ويستطيع أن يعطي المفتاح لمن شاء، يقول ستذل قريش. قال بل عزت قريش،
ودارت الأيام وجاء فتح مكة ودخلها فاتحا في 10,000 من الجند ومنع إهراق الدماء صلى الله عليه وآله وسلم، وصعد وقال افتحوا الكعبة، يريد أن يحطم الأصنام التي فيها. فصعد ذلكم الرجل إلى أعلى الكعبة وأخذ معه المفاتيح حتى لا يعطي رسول الله المفاتيح، صعد إلى ظهر الكعبة. وهذا نوع من 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 ردة الفعل في النفس، شعور أنه هزم. فأمر رسول الله الإمام علي بن أبي طالب إن كرم الله وجهه رضي الله عنه، فصعد إلى أعلى الكعبة ولوى يد الرجل وأخذ المفاتيح وأعطاها رسول الله. ففتح رسول الله الكعبة، حطم الأصنام التي تعبد من دون الله الأحجار في الكعبة وطهرها من ذلك وأبرز طهرها الأعظم، وخرج صلى الله عليه وآله وسلم. فاستشرف سيدنا العباس رضي الله عنه، قال يا رسول الله ضم إلينا مفاتيح البيت مع السقاية. السقاية كانت لبني هاشم، سقاية الحجيج، فكانوا كراما. فأمل سيدنا العباس أن يأخذه أيضا حجابة البيت، أن تكون مفاتيح البيت عنده، وكان يستحق ذلك لأنه مسلم والرجل لم يسلم بعد. فلما قال العباس أعطنا يا رسول الله مفاتيح الكعبة، أنزل الله هذه الآيات، أو تلا رسول الله هذه الآيات والتفت إلى الرجل، وقد بدأت أنوار الإيمان تداخل قلبه لما رأى سماحة رسول الله، لم يكذب عليهم، لم يخن أمانة، عاش معهم حياة رأوا فيها أمانة، حتى وهم يخاصمونه في مكة ويعادونه ويضربونه ويسيلون دمه ويضعون الأقذار عليه وهو ساجد، مع كل تصرفاتهم لم يخنهم، أموالهم، نفائسهم، أماناتهم كانت في بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكانوا حتى بعد إعلانه الرسالة بالتوحيد ونفي الشرك، كانوا مع ذلك مع معاداتهم له، مع إيذائهم إياه، يضعون الأمانات الضنائن التي يخافون أن تسرق يضعونه عنده. طيب أنتم ضده، تكذبون، تسفهون، تتكلمون عليه، نعم، لكن قلوبنا متأكدة متيقنة أن هذا الرجل لا يخون، هو محل أمن، كانوا يضعون أماناتهم عنده. ولهذا أخر سيدنا علي بن أبي طالب عندما احتاج، عندما أمره الله بالهجرة هاجر، فترك عليا بعده في مكة ليوصل الأمانات التي في المنزل إلى أهلها، إلى من؟ إلى أعدائه، إلى الذين يقاتلونه، إلى الذين آذوه، إلى الذين اضطروه أن يخرج من أحب البلاد إليه، إلى الذين آلموه، إلى الذين عذبوا أصحابه، إلى الذين ذبحوا أصحابه، قتلوا ياسر، قتلوا سمية، عذبوا الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء عظم الأمانة في روحه وفي قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، جعلته يؤدي حقوقهم إليهم بالرغم من السوء الذي واجهه فيه به. لهذا الرجل رسخ في قلبه أن الذي أمامه أمين صادق هو رسول الله. ولما رأى حقنه للدماء وعدم تشفيه في كفار قريش، عدم انتقامه من الذبح الذي حصل منهم لأصحابه والأذى الذي نال أحب الناس إليه حمزة، قتل وذبح وألقي، لما رأى هذا الصدق، هذه الأمانة، هذا الرقي، عرف أن الحق عند رسول الله. فلما رأى رسول الله الإيمان فيه والإسلام بارز عليه، ناوله رسول الله مفاتيح الكعبة وقال خذوها، أي قبيلتكم فرعكم، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فمات الرجل بعد ذلك، فتلقاها أخوه شيبة إذا لم يكن له ذرية، وبقيت في بني شيبة وذريته إلى اليوم، الذين يسمونهم بني شيبة، بيت الشيبي، إلى الآن مفاتيح الكعبة عندهم، لا يجرؤ ملك على أخذها منهم لأنه علامة على ظلمه. من حسن أداء الأمانة وللحديث بقية، سألوا الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن أداء الأمانة كما يحب ويرضى. وأين نحن في ذلك ممن يقتل ويغدر ويؤذي ويخون من ائتمنه بحجة أنه خالفه في الرأي، في المذهب، في المسلك، في العمل، في الدين؟ الأمانة الأمانة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضم